اخواني اخواتي السلام عليكم. اليوم ان شاء الله تعالى هذه وصفه ديال الحساسيه اللي عنده حساسيه ديال النف اللي كي يشم شي رائحه يعني قويه او شي برودوي او شي ريحه وكيتخنق يعني كيتزير. هذه وصفه ديال هذا المشكل. هذا الوصفه كالتالي: البادينا 25 غرام، وزريعه البصله 25 غرام، الكبار 7 ديال الحبات، غطحنوهم مزيان بحال هكا غيطحنو، غتخلطوهم مع ربع كيلو عسل، ربع كيلو عسل نحل يكون عسل مزيان. غتاخدو ملعقة صغيرة بكاس ديال الماء دافي كل يوم قبل النوم حتى يكمل تخيطمو ديال الأعشاب. فهي وصفة إن شاء الله تعالى مجربة، وكل شيء بارطاجي والله يجيب الشفاء الجميع. حنا كنبارطاجيو وصفات اللي استعملوهم الناس وجربوهم، ماشي وصفات اللي هزيناهم من الكتبه او يعني الوصفات اللي كيتداولوهم الناس.